لغاية الآن ما يعني ما وردنا أي شيء جديد. طبعا تم توقيع على عقد أمنية. إحنا مطالبتنا، طلبنا سهل جدا، يعني طلبنا بالإعدام شنقا حق أخواني، وعشان نقدر نحمي جميع الشعب الأردني، لأنه جريمة بشعة جدا جدا اللي صارت امبارح. يعني لغاية الآن ما حدا قادر يتوقع الجريمة هاي اللي صارت امبارح تكون بهالشكل هذا. أخ سامر، ما الذي حدث؟ يعني أنت لما تقول لي جريمة كبيرة وهي ومقتل شقيقك، أكيد شيء عظيم، بس شو التفاصيل؟ هل كانوا بيعرفوا القاتل؟ مظبوط. هل كان في علاقة مع القاتل؟ لا، ما في أي علاقة، ما في أي مشاكل، ما في أي، ما فيش أي مشاكل بيناتنا. يعني هو الشاب جارنا، ولكن أخوي تامر اللي توأمي مقيم في عمان، وأخوي رامي الأكبر واحد فينا كان مقيم في الإمارات، وظروف كورونا إجى لهون، وكان على باب سفر، يعني أوراقه جاهزين وعلى باب سفر، وما في أي مشاكل يعني، ولا في أي إشي بيناتنا بالمرة، لا في عداوات، لا في مشاكل. يعني أصلاً يعني إخواني مش تعون مشاكل، كلياتنا في البيت مش تعون مشاكل، الحمد لله رب العالمين. يعني السمعة الطيبة سابقتنا، وأبوي زلمة يعني حاله وباله، ما بنبلش بحدا ولا بنحكي مع حدا. اللي صار انه ابوي نازل من البيت، هو واخوي تامر. اخوي كان له ربع ساعة واصل بس من عمان لزيارة بيت اهلي. بيطلع ابوي من باب البيت، هو واخوي تامر، بحكي لي ابوي. طبعا انا القصة سمعتها من ابوي كامل بعد ما صحصح الحمد لله رب العالمين، حكيت له اشرح لي الموضوع كامل ايش اللي صار. بحكي لي انا طلعت من باب البيت بايدي بكرج القهوه، انا جيني القهوه عشان اصب قهوه لاخوك ولمرت اخوك اضيفهم. يعني بقول له طيب. بحكي لي ما وعيت غير المجرم هاجم علي بايده موس، وبايدي الثانيه كمان زي ما تقول سكينه خنجر اشي زي هيك. بحكي له طيب. بقول لي انا استبيت الضربه عن اخوك بايدي. بحكي له اه. بقول لي دفشت اخوك بايدي الثانيه، قلت له فل. اخوي فل، طلع لفوق على الحاره، قام طعن ابوي اول طعنه ولحق اخوي تامر، طعن اخوي تامر، طعنه اخوي اجت مباشره على القلب. خلص من تامر، رد رجع لابوي، رد طعن ابوي كمان طعنتين. يعني الوالد انطعن 3 طعنات، طعنة هون وطعنة بنص الصدر وطعنة تحت الظهر. هسا صار في صوت صياح، صوت يعني دب الصوت مرت أخوي، طلع أخوي أكبر واحد اللي هو رامي، هاجم على رامي أخوي، طعنه طعنة بخصرته، طعنة برقبته. هسا أخوي رامي بده يطبل الباب على أمي، فتحت له الباب أمي ولا كل حالته دم، مسكت ايده وفوتته على البيت جوا، ارتمى على الكنباي من حالات الروح، قام من كنباي لكنباي والله يرحمه. بقول لابوي طيب، طب ما في حدا من الحاره فزع؟ ما حد من الجيران هجم شيء يعني يفزع يوقظ يسعف؟ مع انه احنا قريبين كثير على المستشفى بس ما يعني. بتحكي لي لا. بقول لي جار انه حطني التاكسي وطار فيه على المستشفى. طبعا ابوي لغايه الان ما بعرف من اخواني المتوفين، مش قادرين نحكي له. وهو على بيسالني، بقول لي يابا احكي لاخوانك، احكي لهم انه ابوك وجبل وما تخافوا عليه. وهو يا حرام ما بعرف انه اخواني مقتولين، لغايه الان ما مش قادرين نحكي له، خايفين عليه. يعني بكفينا 2 راحوا من العائله، شباب مثل الورده. تامر 34 35 سنة عمره، ورامي أخوي 39 39 40 سنة عمره. رامي أخوي عنده 5 أطفال، هاي ترملوا أولاده، وأخوي تامر عنده بنت
والله انه وجعوا قلب. يعني انا مش فاهم شو برودة هالدم اللي عنده وعمره 24 سنة. أخ سامر، أخ سامر اسمح لي أني أسألك، الوالد ذكر لك هل كان يعني القاتل هل كان في حالة تعاطي مخدرات، هل كان في حالة عدم وعي؟ هل تعلم عن أي خلاف بين شقيقيك المتوفين رحمة الله عليهم والقاتل؟ لا لا، احنا كلياتنا سكان عمان. نحكي لك أخوي تامر كان له ربع ساعة جاي من عمان، واصل من عمان لبيت أهلي. وأخوي رامي مقيم في الإمارات، ويعني جاي زيارة بسيطة على الأردن، وراقه جهزت وبده يطلع. يعني حتى رامي أخوي من باب بيته ما بيطلع. إحنا جماعة بيتوتيين فوق ما تتصور، بيتوتيين فوق ما تتصور بالبيت، ما بنطلع منه. وأصلا أوراقه جاهزة ومجهز حاله كان لسفره، يعني كان إذا أكمل يوم بده يطلع على سفره، بده يتسهل على الإمارات. تشردوا أولاده. أمي والله الله يصبرها، أمي لغاية الآن مصدومة، ومن الصدمة اللي فيها يعني تحكي لي ما تجيبوهم مش على الدار. يعني بقول لك انا مش قادر اشوفهم مكفنين. اسمح لي سامر ارجع لك سؤالي، اسمح لي سامر قبل المطالب بس، لم يكن الشاب شفتوه بحاله تعاطي، شفتوه بحاله يعني عدم وعي؟ والدك ذكر لك اي سالته؟ حكيت لابوي سالته، قلت له طب مبين عليه الله. مرت اخوي تامر حكيت معاها، تحكي لي اول ما وصلنا باب البيت، بيت اهلك، ونزلني من السياره، كان حاكي لتامر، قلت له هذا ماله بتطلع فينا هيك وبجحور فينا. بحكي لها سيبيكي منه وخلص فوتي على البيت. وقبل الحادثه بنص ساعه تقريبا، ساعه الا، كان متعرض لبنات اخوي، اخوي الثاني احمد كان يجحور فيهم وفايتين مرتعبين منه على البيت. وحكيت لأبوي قلت له طب مبين عليه انه متعاطي، بقول لي يابا ما لحقت افتح باب الدار واوقف باب الدار الا هو هاجم علينا. وغير هيك الولد مش مرسي على بر، مره بتحسه الشيخ يعني ماسك مسبحه ولابس سجادة وقاعد باب الدار وبسبح، مره بتحسه متعاطي، مره يعني مش مرسي على بر، كل مره يعني كل مره بتشوفه بشكل. مطالبكم أخ سامر اليوم حسبنا الله، مطالبنا أنه هذول أخوان وأبناء كل عشيرة شريفة أردنية، هذول أخوان الأردنيين كلهم وأبناء الأردنيين كلهم. مطالبنا من ناشد جلالة الملك عبد الله الثاني ومن ناشد ولي العهد بالإعدام. حقنا احنا بالاعدام عشان نحفظ الناس غير اخواني الى رحمه الله، بيت الحق واحنا زي ما بحكوها، احنا بيت هم بيت الحق واحنا بالبيت الباطل. مطالبنا الاعدام عشان نقدر نحمي باقي العشائر الاردنيه من هيك ناس. وكل مواطن مسكين، كل مواطن محترم، أخواني لا عليهم إسباقيات، لا عليهم مشاكل، لا عليهم مشاجرات، ولا عليهم أي شيء. أشقائك ما عليهم أي إسباقية؟ صاحب إسباقيات عليك. لا لا لا، هو صاحب إسباقيات، لكن هو صاحب إسباقيات. أنا قرأت أنا على الفيسبوك أنه عليه 9 قضايا ومن ضمنهم قضايا مخدرات. نعم. طيب أخ سامر، واسمح لي بسؤال أخير فقط، يعني غدا سيتم الدفن مش هيك؟ إن شاء الله. إن شاء الله، ومطلبكم هو إعدام القاتل. بالضبط. ووالدك يتعافى إن شاء الله. وطبعا اليوم كان في الله يجزاك يا رب، كان اليوم طبعا في وقفة احتجاجية باب الديوان عنا،
وقفة احتجاجية عشائرية عشان نطالب بالقصاص وبالإعدام. نعم. عشان يعني عشان يحمي الناس من هيك عالم. نعم. وأخ سامر، الوالد يتعافى الآن من إصابته؟ الحمد لله، لا الحمد لله، الوالد صحته الحمد لله رب العالمين أحسن من امبارح الحمد لله رب العالمين. نعم. بدي أشكرك كل الشكر الأخ سامر. لسه ما بعرف. نعم. يعني إحنا خايفين من بعد ما يعرف إنه لا سمح الله يرجع ينعكس.